رجعنا معكم من جديد مشاهدينا ومع ضيوفنا اليوم موجودين أسيل المزيد حياك الله معنا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة. الله يحييكم ويعطيكم العافية وبارك عليكم ما تبقى من الشهر وإن شاء الله ربي يتقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله. وأيضا مريم مال الله المتحدث الرسمي للهيئة لشؤون القصة. نعم حياك الله معانا. بقول عيدك مبارك. مبارك عليكم شهر ما تبقى من الشهر وعيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير يا رب. الله يعطيك الصحه والسلامه. اليوم احنا يعني ماخذينكم في جوله بالحوار، نبي نسولف يعني بعيد عن اماكن وزاراتكم وعملكم اللي متعودين عليها، بس خلينا نسولف شوي عن رمضان. شلونكم مع رمضان خلال هذه الفتره؟ طبعا رمضان من الاشهر الجميله، طبعا هو شهر قصير لكن سبحان الله الاحداث اللي تصير فيه من بدايه رمضان سواء كان من الناحيه الدينيه او من الناحيه الاجتماعيه تخلي هذا الشهر سبحان الله حافل في كل الاوقات اللي قاعده تصير فيه، من بدايته بشهر يعني بالتباريك اللي الناس تبارك فيها بشهر، طبع الناس شلون يتغير في خلال شهر رمضان يختلف عن باقي اشهر السنه. سبحان الله هذا الشهر له طابع مختلف عند الناس كلها. صح، وأسيل طبعا من شخص لشخص يختلف طبعا، هو ضيف عزيز الرمضان علينا كلنا وقرب انه يخلص، وعسى ان شاء الله ربي يعود علينا وعليكم ان شاء الله اعوام عديده بالصحه والعافيه. يعني شهر جميل سبحان الله، مثل ما قالت اختي ان الانفس تكون غير، الجمعه تصير فيه حلوه، يعني التواصل ويا الأهل. صحيح. فسبحان الله يعني شهر فضيل مثل ما قال. وشلونكم مع الغبقات؟ طبعا هي عادة جميلة، القبقات هي عادة جميلة، حتى لو احنا متعودين ككويتيين انه يكون عندنا تواصل بشكل معين يعني خلال فترات السنة والزوارات، لكن في رمضان لها طابع مختلف ولها طعم مختلف، من ناحية ان تشوفين ناس من زمان ما تواصلتي معاهم، وحتى لو كنتي متواصلة معاهم يظل الطابع هذا مختلف، اللبس يكون غير، التوقيت يكون مختلف، الأكلات تكون غير مختلفة. اكيد اكيد طبعا هذا اللي يعطي جمالها، يعطي الناس قامت الحين تتنافس حتى في بالناحية اللبس، الأكل، تحضير حق هذه القبقات، هذا كله يشجع الواحد إنه هو يستعد من هالناحية حق يعني هو إيفنت اجتماعي ويجمع الأهل والأصدقاء والأحباب كلهم مع بعض، فشيء جميل إن تصير هذه العادة يعني. يعطيكم العافية. يعني شوف القبقات يعني ما صارت مقتصرة على الأسر، يمكن صارت في يعني هيئات وزارات. طبعاً أكيد. أنتوا اليوم وزاراتكم أو أماكن عملكم كان فيها قبقات هذه السنة ولا؟ لا السنة تعرف يعني بعد العودة وتونا إن شاء الله يعني على الانفتاح، فما كان فيه يعني ما احتفلنا بهذا الموضوع حاليا، بس يعني الحمد لله كل من قاعد يتسابق، كل يعني مثل ما قلنا هي مناسبة عزيزة علينا كلنا، فكافي أن بداية رمضان يعني الزيارات اللي الواحد يحرص عليها للأهل والمعارف والحبايب كلها، فبالعكس يعني تشوف كل من يبي يطلع مثلا الغبقة أو الاستقبال بأحسن أو أزهى صورة. أسيل قبل الغبقات كانت بسيطة في زمن قبل، يعني الحين تشوفين أن الزمن تغير، الغبقات خلينا نقول صارت يمكن مكلفة من ناحية اللبس، الدراريع، الأكل، التقديم، الديكور، هالأشياء تغير فيها الزمن، إيش رأيكم؟ أول كان بساطة، البساطة أحلى، بساطة أول الواحد يدخل يدز الباب ويدخل على الحريم الكبار على الأهل، الحين صار لازم في تحديد، لازم يكون في موعد. صح. في تكلفة صراحة طبعاً. في بعض الناس وايد قاعد تتكلف، في ناس لا والله يعني اللي موجود يتفضل وحياه الله، والبيوت كلها مفتوحة، البيبان كلها مفتوحة الحين برمضان، انت قاعد يطقون عليك الباب تفضل، فبالعكس الخير وايد، فالتكلف هذا شوي في ناس قاعد تتكلف زايد عن اللزوم وقاعد يأثر يعني في ناس قاعد تتسابق الحين. أكيد أستاذ مريم شو رأيك بالتكلف؟ والله أنا هو مو موضوع التكلف يعني هو فعلا في ناس بادية بهذا الموضوع، لكن أنا أشوف أن لكل زمن تقليده معين، يعني في السابق كنا نشوف أن هذه بالنسبة لنا لو قارناها الحين نقول أنها بسيطة، لكن اللي نسويه اليوم يمكن بعد كم سنة الناس تقول عنه هو بسيط، فهي كل زمن لها طابعه، لها تقاليده، لها الكوست اللي تمشي عليه. هذه الامور ما تعتبر تكلف، انا اقول ان هي طبع الناس صار المتعارف عليه كذي، يعني صار اليوم ان نحدد موعد حق الاستقبال، صار اليوم ان نحدد موعد، في ناس عندها ظروف ممكن انها تمشي، وفي ناس مثل ما قالت اختي بيبانها مبطله، فاللي بابها مفتوح موجود، واللي حدد موعد هم الناس يعني تستقبل، وكل واحد وعلى حسب ظروفه، يعني هم اعتبر هذا كل زمن له
له تقاليد او تفرض عليه ضوابط معينه من الناحيه الاجتماعيه يعني. صح. لكن يظل بالسابق كان حلو وله جماله، وحتى الحين له حلو وله جماله يعني. يعطيكم العافيه. زين، خلينا نتكلم عن كمتحدثين رسميين أسيل ومريم. هالشيء في مسؤولية كبيرة كمنصب، خلينا نقول نتكلم عنه. شلون طريقتكم تتعاملون مع هالموضوع هالشيء كمتحدث رسمي بالجهات؟ طبعا هو اكيد كون الشخص انه هو يتم اختياره كمتحدث رسمي، طبعا هذه تعتبر مسؤوليه جدا كبيره. صحيح. لان على عاتقه تقع واجهه الجهه كلها، من يعني لباقته في الكلام، اختياره للمعلومات، يعني اختياره للكلمات اللي تطرح، الحقائق اللي هو قاعد يوصلها، طريقه توصيلها للمستمع لازم يوصلها بطريقه سلسه صحيحه، بحيث انه يوصل الحقيقه لهم بشكل كل صحيح يرضى فيها المراجع أو يرضى فيها المواطن يعني. اليوم هذه المسؤولية تعتبر ما هي سهلة، ولكن الحمد لله رب العالمين شفافية الجهات اليوم باختيار ناطقين رسميين، إن هي توقف الناطق الرسمي ويتكلم بكل أريحية بكل مصداقية، يعني هذا شيء طيب، وأتوقع أنه هو وصل الجهات بشكل أفضل حق مراجعينها. لأن اليوم يعني نقدر نقول أنه في وايد أشياء تقدر تطلعين من خلالها الأخبار، لكن لما يصير في شخص متحدث قدامك، ممكن أنه تستفسر عنه أكثر، تطرح عليه سؤال يجاوب، توصل المعلومة بشكل أفضل حق المواطن أو حق السائل، يعني سواء كان السائل هو مواطن أو صحابي أو تلفزيون. صحيح. أو لازم الإنسان، يعني اليوم أي شخص متعامل مع جهة محتاج منها الشفافية. فهذه الشفافية هو دور المتحدث الرسمي، وهو اللي مكلف أنه هو يوصل الحقيقة بطريقة صح، بحيث أنه هو يقول الكلام الصح ويرضي بالنهايه المراجع او المواطن يعني، او الشغف اللي موجود عند المواطن. لان اليوم في يعني وايد معلومات ووسائل تواصل سهلت ان الواحد ينشر مثلا اشاعات او اخبار غير صحيحه. فاليوم كل جهه هي مخوله بمتحدث رسمي. صح. قاعد يحاول يبين لنا الحقيقه ونوصل لها. اليوم اذا المتحدث الرسمي هو اخذ دوره صح في انه يوضح المعلومات، فعلا متعاملين الجهه بيرون يسمعون منه. لكن إذا ما كان الدور هذا واضح، إذا ما كان في متحدث رسمي، ممكن أن أنت تسمع إشاعات من أكثر من جهة، وخاصة الحين الإشاعات هذه ممكن أنها تكون موجودة. اليوم المراجع أو المواطن نفسه على وعي كبير، أصلاً يقدر يبحث عن المعلومة في أي مكان، فما له داعي أن الجهة تخفي. بالعكس، وجود ناطق رسمي أنا أعتبره هذا شيء جداً شفاف، وجرأة من الجهات أن هي تحط ناطق رسمي يكون متحدث فعلاً عن الحقائق اللي قاعد تصير وعن الأخبار وعن أي ممكن إشاعة تطلع ضدها أو معاها يعني. واضح. أستاذ أسيل، إيش كثر مهم أن اليوم المتحدث الرسمي يكون فيه سرعة في نفي الإشاعة، ويعني أن الخبر يطلع منها قبل ما يتداول بشكل يعني سريع وتكون المعلومة خاطئة بين المواطن؟ طبعا أكيد، لأن لازم يكون الخبر طالع من الجهة نفسها، لأن المصداقية تكون بالخبر. إذا طلع من الجهة نفسها يكون أكثر مصداقية. الحين وسائل التواصل الاجتماعي، الأكاونتات، أي معلومة قاعدين يأخذونها وساعات تكون مغلوطة يعني. صح. أمس إحنا كان في خبر منتشر، لازم نفس الوقت حتى غير أوقات الدوام لازم نتلاحق، لازم نرد، لازم ننزل تكذيب. ليش؟ لأن سرعة انتشار الخبر كبيرة، سريعة جدا. فإذا انتشر الخبر والجهة ما انشرت، هني راح يقع علينا إحنا اللوم. فلازم احنا نكون متواصلين، لازم نكون احنا حاضرين، لازم يكون في تواصل بين المتحدث الرسمي وبين المسؤولين اللي عنده بالجهة نفسها، يتأكد من القطاع نفسه في حال وجود اي خبر نزل على طول، لان مثل ما قلت مصدر الاول الخبر الجهة نفسها. صح. فاذا طلع او تسرب من اي جهة ثانية راح يكون هذا يعني المعلومة ممكن توصل مغلوطة أو ناقصة. فإحنا هني مهمتنا أن إحنا نوصلها صح، نوصلها بالطريقة الصحيحة، أن الخبر ما يطلع إلا هو مدروس، ما يكون إلا هو يعني كل كلمة محسوب حسابها، لأن ساعات كلمة تغير محتوى الخبر كله. فهذه إحنا مهمتنا يعني. فالتواصل لابد يكون مع من داخل الجهة اللي نعمل فيها زائد مع الجمهور. صحيح. إنزين، بصراحة لما اختاروكم كمتحدث رسمي ما صار عندكم نوع من التردد والقلق
إن شلون هذه مسؤولية تتحملونها؟ ما ترددتوا؟ لا والله بالنسبة لي أنا ما ترددت، لأن أنا هذا مجال عملي، مجال دراستي، أنا مديرة علاقات عامة ومتخرجة من إعلام، فبالعكس يعني كنت جدا سعيدة، وهذه يعني حطوا فيني الثقة، وإن شاء الله أكون قد الثقة هذه. أكيد. والحمد لله يعني من تعينت مديرة على طول عطوني المسمى مع إصدار قرار مجلس الوزراء إن بضرورة وجود بتحدث رسمي لكل جهة، وبالعكس أنا أشكرهم إن عطوني الثقة هذه. الله يسلمك. فبالعكس يعني هذه مسؤولية على عاتقنا، وإن شاء الله إحنا قد المسؤولية. أكيد. أستاذ مريم، بالنسبة لك في تردد صار لما طرح؟ لا أبدا، بالعكس أنا يعني كنت في البداية ماسكة حسابات التواصل الاجتماعي بالنسبة لنا في الهيئة، فوصولنا للمعلومة الصحيحة ونفيها أو إثباتها موجود عندنا، كنا محتاجين مثل ما قالت الأخت إنه يكون عندنا يعني ناطق رسمي يتكلم فيها. فأول ما تم تكليفي في هذا العمل فعلا الحمد لله رب العالمين ابدا ما ترددت، على الرغم من انه ترى هو مو بس مسؤوليه، يعني هو لازم نكون احنا متواجدين في كل وقت وفي كل حزه. صح. ممكن يجينا اي سؤال اي استفسار من اي جهه، فلازم نكون متواصلين معهم في كل وقت، خاصه خلال الفتره يعني الفتره السابقه اللي هي كانت فتره التعطيل وكورونا، وكانت الاستفسارات كثيره بالنسبه حق المراجعين، خاصه مع ربكه العمل وكذي. ولكن الحمد لله تواجدنا ما يعني ما فكرت في لحظه في ان نتردد، لان تقع على مسؤوليتنا. يعني بالنسبه لي انا تقع يهمني وايد ان يكون مراجعينا مرتاحين. احنا قاعد نغطي فئه اللي هم القصر المشمولين برعايه الهيئه، وهذه فئه عزيزه جدا على قلوبنا، فلذلك يعني كنا نوصل لهم المعلومه بشكل صح، ان يشوفون وين يتم اجراء المعامله او الاستفسار او اي معلومه تصدر من الهيئه، لازم تكون واصل لهم وبطريقه سلسه. يعني هذا كان لازم حتى اسلوب الخبر يكون يمكن سريع وبسيط. قلت هي ان يعني كنت هي ماسكه حسابات التواصل الاجتماعي وصرتي ناطق رسمي. نعم. شنو الفرق بين ان يعني الخبر يطلع من الاكاونت نفسه وبين انه يكون في متحدث للجهه؟ طبعا هو الفرق راح يكون بالتعامل الشخصي. اليوم انت لما تتعامل مع اجهزه او مع حسابات مجرد بوست ينحط فيه خبر، راح يثير تساؤل عند الناس. صح. وجود ناطق رسمي يجاوب هذا التساؤل. وجود ناطق رسمي يخلي اي استفسارات ممكن تطري على بال المراجع او المتسائل ايا كان، سواء كان تلفزيون او صحافه او حتى المواطن العادي، بامكانه انه هو يرد عليهم. فهذا الفرق من ان نحط الخبر بس في حسابات تواصل كخبر جامد، او انه يكون في تواصل مثل ما قالت اختي سيدي، يعني هو لازم يكون للشخص عنده تواصل من داخل الجهة عشان يحصل على المعلومة الصحيحة، وكذلك مع خارج الجهة، مع كل يعني القنوات اللي تسأل، سواء كانت أفراد أو قنوات تواصل يعني. فلازم يكون هذا التواصل موجود، هو اللي راح يشجع أن الإنسان يوصل المعلومة أو المتحدث يوصل المعلومة بكل استفساراتها، ما يخلي يكون هناك أي استفسارات أو تساؤلات ما تكون مجاب عليها من خلال خبر جامد. صحيح. أسيل ومريم، يعني كمتحدث رسمي هذا شيء مسؤولية، فشلون تقدرين تفرقين بين يعني بين مسؤولية الشغل كناطق رسمي متحدث رسمي لجهة الدولة وبين الحياة الاجتماعية، نقول مثلا بيتك دوامك بينك وبين الشغل؟ تحسين ان الموضوع صعب يعني كل شيء تعطينا حقه؟ والله الحمد لله يعني الموضوع بالنسبه لي انا يعني متوافق بين مسؤوليه البيت ومسؤوليه كناطق رسمي، لان الانسان اذا حب شغله وحب وكانت المعلومه عنده حاضره، في اي لحظه ممكن انه يسال، سواء كان مداخله اذاعيه او لقاء بالتلفزيون، راح يكون هو جاهز لهذه المعلومه. اما اذا كان الانسان مو محضر نفسه شويه يحتاج وقت لنا، بس اذا كان مثل ما تفضلت عنده تواصل داخل الجهة وخارجها راح يكون وايد سهل عليه. المسؤولية تقع في اختيار الكلمات اللي تنقال في الخبر. مثل ما قالت اختي أسيل، يعني اختيار المعلومات او الكلمات هي المسؤولية الكبيرة. فالحمد لله رب العالمين، يعني اتوقع ان الجهات مثل ما اختارت الاخت أسيل اختارتني انا، حطوا ثقتهم في اشخاص قادرين على ان هم يقدرون ان هم يوصلون المعلومة بشكل صحيح. صحيح.
الحمد لله. يعني احنا يعني وظيفتنا مو نفس اي وظيفه اخرى، يعني لمجرد بس ينتهي وقت العمل خلاص. يمكن انت جربت الوضع، اتصالات من الصحفيين، الاعلاميين، تواصل، مقابلات، فيحتاج يعني الواحد انه يرتب اموره. بس الحمد لله يعني هذا الشيء احنا قادرين ان شاء الله نوفق فيه. وبالعكس يعني احنا بالبدايه قاعد نخدم بلدنا قبل لا نخدم جهه عملنا. فالكويت تستاهل يعني اساسا تستاهل. وانا يعني سؤال ببالي قاعد اشوف ما شاء الله حضراتكم متحدثات رسميات في اماكن اعمالكم، عندنا الهيئه العامه للشباب اسهار الانصاري ايضا امراه، في وزاره الاعلام زميلتنا انوار مراد ايضا امراه. اختيار المراه اليوم كمتحدث رسمي شنو السر فيه من وجهة نظركم؟ أنا أتوقع أن الحين ما صار في فرق بين الـ بين الـ يعني المرأة والرجل، كلنا نشتغل في من أجل الكويت. أكيد. يعني وجود هذا العمل هو في النهاية الاختيار تم على الكفاءة، فمتى ما كانت الكفاءة متواجدة ماكو فرق بين وجود ريال أو مرأة. بالعكس احنا نشجع وجود المرأة. بالنسبة لنا أنا أشجع هذا صراحة وياكم. لو الإجابة حاضرة وسريعة كونها متحدث رسمي. طبعا أكيد احنا نشجع، يعني هذه بالنسبة لنا شيء وايد طيب، يعني كون ان المرأة تدش هذا المجال اللي كان يمكن في السابق حصر على رجال أو كان حتى صعب ان المرأة انها توافق فيه، ولكن اليوم الحمد لله قاعدين نشوف في أكثر من مكان كلهم سيدات وما شاء الله ناجحين، يعني مثل الأخت أسيل، يعني في أكثر من جهة كلهم كفاءات وتستاهلون يعني هذه الأماكن. إذا بنعرف الخطوات يعني اليوم لما يكون قلتي حضرتك إنه يعني قبل يومين كان في خبر انتشر ونفيته أو غيره، شنو الخطوات اللي تأخذونها قبل يعني أي تصريح ممكن يطلع منكم؟ طبعا في حالة رصد أي خبر أو إشاعة أو يعني خبر مغلوط، وفي حالة إذا مثلا كان في إصدار قرار مثلا أو إجراء جديد عندنا بالهيئة، فالخطوة الأولى طبعا نأخذ القرار أو الإجراء وشون خطواته، أو يعني المعلومة كاملة تكون موجودة عندنا، نجهز الخبر أو البوست، بعدها يكون في موافقة واعتماد من الجهة أو القطاع المختص في القرار هذا نفسه، نأخذ الموافقات ونتأكد من صيغة الخبر ويتم نشره في السوشيال ميديا. ما يكون في تأخير لما تكون في هذه الإجراءات؟ لا طبعا أكيد يعني نحرص كل الحرص أن يكون الخبر بالدرجة الأولى طالع من عندنا. ليش؟ لأن ما شاء الله الحين بسرعة البرق ينتشر الخبر، فنحرص أن ما ينتشر، أن على أساس أنه يطلع ويكون له قوة أكثر إذا طلع من الجهة نفسها ويكون له مصداقية. زين خلينا نتكلم الحين عن العيد. تدرين العيد على أبواب، خلاص رمضان نقول إن شاء الله بيعدي باقي هالأسبوع ونخلص. شنو ترتيباتكم وتجهيزاتكم حق العيد؟ طبعا اكيد فتره العيد هذه من الفترات السعيده في حياه اي انسان، يعني والكل ينتظر هذا الفتره اللي احنا ننطرها، وهو يعني سبحان الله هي اجتماعيا هذه تعتبر فرحه، وايضا دينيا هي تعتبر هذه فرحه حق الصايم في نهايه الشهر يعني. لذلك اليوم الكل تلقينا يستعد تحضير ريوق العيد او غدا العيد، جمعه العيد بين الاهل والاصدقاء، يعني اول ثاني ثالث ايام العيد هذه تشوفين فيها فرحه كبيره وجمعه كبيره. يعني عادة بالنسبة لنا احنا بالاهل ريوق العيد نفس طريقتنا القديمة مالت اول اللي هو بعد صلاة العيد، فهذا التجهيز يكون من قبلها بايام. إيه؟ تجهز الناس لها، طبعا التجهيز حق الصغار بملابسهم وتجهيزات العيد كلها، وايضا ريوق العيد وغدا العيد هذا يعتبر من اهم الاشياء اللي تفرح الناس بعد صيام شهر كامل. شهر يعني كامل صح بعد التعب. واسيل جاهزة حق العيد؟ طبعا اكيد يعني فرحة الصايم، فرحة الصغير قبل الكبير، يعني تجهيز العيادي، تجهيز البيت، تجهيز اللبس، هذا كلها الواحد لازم يحرص عليه قبل العيد، مثل ما احنا جهزنا حق رمضان الله يشرفه، وجهزنا بيوتنا وجهزنا الاكل وجهزنا الدراري. الاكل الاكلات يعني متحدثة رسمية ممكن تكون طباخة مو شرط متحدث رسمي، بتكون لازم نقول شاملة كل شيء. اكيد فان شاء الله يعني بالعكس احنا نحرص كل الحرص، يعني كان في فرحة الطفل بالعيد صحيح، لبس زهوة العيد غير يعني غير عن أي وقت ثاني. إن شاء الله ربي يبلغنا وياكم إن شاء الله. ما جاوبتين المتحدثة رسمية ممكن تكون طباخة ماهرة ولا لا؟ أنا بهذا لا مصاب المطبخ صراحة. مريم بعد لا والله هو يعني مو ما أقولش بروفيشنال، ولكن إنه لازم في رمضان يكون لنا دور، يعني إنه ندخل المطبخ ونسوي أكلات، لأنه يعني طابع رمضان مختلف. رمضان يدورون الحريم الأكلات الجديدة الغريبة، يبون كل سنة التغيير.
لازم شيء ينحط على صفرة أكلة جديدة. سبحان الله غير عادة يصير إنه يعني في أكلة معتادة إن أنت تسوينها في رمضان مثلاً ما تسوى في أوقات ثانية. فهو يصير في بعض الأكلات يعني سواء كان طبق حلو أو طبق مالح كل أسرة لها طبق معين ما تلقينا ضيف رمضان. صحيح. يكون هذا موجود في والله كل بيت يكون مشهور بأكلة معينة. يكون مشهور بأكلة معينة فيكون هذا الطبق ما جار الفضيل يعني ضيفه وهذا ضيف رمضان موجود على السفرة موجود يعني. الحمد لله خير وايد. الحمد لله. إذا بنتكلم على كل جهة من جهاتكم وفي يعني معلومة جديدة أو خبر جديد كلكم المتحدثات الرسميات معنا اليوم ممكن يعني نقوله لكل جهة مثلا من الجهات هذه. طبعا احنا خلال الفتره اللي طافت او الاسبوع اللي طاف اقامت الهيئه حفل قرقيعان حق المشمولين برعايه القصر. حضر الحفل تقريبا 1400 قاصر مع اسرهم والعاملين كذلك بالهيئه. يعني احنا جهتنا ما سوت قبقه, سوينا حفل قرقيعان عشان يشمل قصر المشمولين برعايه الهيئه وكذلك العاملين في الهيئه كلهم مع اسرهم. الحفل تخلله العديد من الفقرات اللي هو توزيع الهدايا والمسابقات وتم توزيع قرقيعان. سوينا هذا الحفل في فندق الجميرة عشان يشمل كل المشمولين معانا بالرعاية. طبعا هذا الحفل أقمناه الأسبوع اللي طاف بمناسبة القرقيعان وإن شاء الله بإذن الله تعالى الهيئة العامة لشؤون القصر راح تنزل اللي هو مساعدات العيد حق الأسر اللي هي تنطبق عليها شروط وضوابط المساعدات الدورية خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله بعد يعني قبل العيد بإذن الله تعالى. أسهل حاليا ما في شيء جديد بس الحمد لله يعني مع التطور الخطوه اللي قدمت فيها الهيئه الحمد لله يعني تم كانت اغلب الخدمات الكترونيا عن طريق خدمه اسهل, خدمات اصحاب الاعمال وخدمات المقدمه للعمال الوطنيه فلله الحمد. يعني هذه اعطتنا نقله نوعيه بالهيئه, قللت المراجعين عندنا فلله الحمد. يعني قدمنا على يعني خطوه كبيره للقدام الحمد لله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا على حضوركم معنا اليوم وتواجدكم في غبقه الحمراء. انتم مشكورين على العوده بخير. مشكورين على الاستضافه. سلام وتأكيد يعني مصدر فخر بالنسبه لنا في الكويت وجود النساء العاملات في يعني مجالاتكم المختلفه ومبدعين اكيد في المجال. شكرا جزاكم الله. يعطيكم العافيه ما قصرتوا. نروح ايمان نطلع فاصل ونرجع اكيد نكمل مع باقي ضيوفنا. خليكم معنا.